يشترط في المسح على الإمامة التوقيت، وذلك أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. ويدل لهذا ما جاء عند الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة والخفين في الإقامة يوما وليلة وفي السفر 3، وخالف البعض فقالوا لا توقيت فيها مستدلين بالأصل، والأصل هو عدم الدليل على التوقيت، فليمسح على الإمامة ما دام لابسا لها، وهذا هو الصواب. أما الحديث الذي استدل به فهو حديث ضعيف.